لتقليم شجرة الليمون مثل ما لكم شايفين. هلأ هي هيك صار في إلها فرهات طويل، طبعا هذا كله ما إله لازمة. هلأ رح نشوف كيف بدنا نقصقصها. وأهلا وسهلا فيكم، وخليكم معي. فترة الفيديو كتير صغيرة بس لحتى نراجع معلومات كيف بدنا نقلم شجرة الليمون أو أي شجرة حمضيات. هلأ أي فرع قريب من التربة إحنا رح نتخلص منه هلأ، واي فرع اضافي هيك مثل هاد شوفوا هلا طالع هذا من تحت كمان بدنا نتخلص منه، واي فرع داخل لجوات الشجره كمان رح نقصه ونخلي بس الافرع الخارجيه. هلا رح نبدا. شايفين هلا هذا الفرع هذا الطويل اللي هلا صورته، شايفين هيك هذا كله فرع كله لازم نتخلص منه. اول شيء رح نقيم هذا الفرع الصغير لانه هذا اقرب واحد اللي هو هذا. هلا بنقيم، شايفين هلا هون التربة هذا قريب كمان بنقيمه. دول الافرع كلها أفرقهم. يعني بتمص الغذاء تبع النبات. شايفين هذا كمان، هلا هذا كمان تخين، كمان بدنا نلوه تخين يعني ما بنزعل وقت نقصه لان هذا كمان مضر بالشجرة، رح يحبس عنا الهواء والشمس ويضعفها. رح قصه، شايفين هذا كله. هلأ هيك الشجرة بتاخد هواء بتاخد شمس. أنا زارعة هي شجرة ليمون بالجرة، هلأ أنا فتلتها يعني دورتها لورجيكم بس الأفرع اللي بتبقى من جوا. هلأ مثل هذا الفرع شايفين، هلأ هذا داخلي، هلأ هذا لازم نقصه لأن هذا كمان مضر. شايفين هلأ هيك بتطلعوا مثلا في هذا، نطلع هيك. هلا مثل ما لكم شايفين ما عاد في افرع بالداخل، بس هون في عود يابسان هاد كمان بنتخلص منه. كل شي يابس بنقصه. هلا رح قصه لان ما في مني تمشي الكاميرا وارجع لكم. هلا كمان شايفين هلا هون في ثلاث فروع، كمان رح اتخلص من الفرع يلي بالنص وخلي هاد الفرع اللي طالع جديد لان هاد داخلي هذا مضر لازم نتخلص منه. رح قصه وارجع لكم. القص العرق القديم بيكون قاسي فهو اللي هيعذب شوي بالقص، بس بدنا نقصه ما في حل الا هيك. هذا الغصن او الفرع اللي كان هون قصيته اللي هو هاد شوفوا. هلا بس بدي نظف هالمنطقه، وهون في شوكه ممكن قيمه. شوفوا هلا كيف صار شكله حلو. هلا الافرع كلها اللي كانت شايفين انا قصيتها نهائي ومشيت الفرع مع الشجره اللي فوق، باقي هذا هلا كمان بقصه بمشي مع هذا الفرع لحتى تصير كثير حلو. ليكو قد ايه فرقت، وقصيتها هيك كلها على طول بعضها. خلاص هلا بنتركها. واهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على المتابعة. طبعا هلا بدي اشرب شوية مي وامسح الورق تبعها لحتى تصير نظيفة ولون الاخضر حلو. شكرا لكم والى اللقاء.